سيد صالح النجار الفحام المعروف بالكوفة. أنا معتبر نجار قديم ومشهورين باسم عمالتنا من بهاتنا لحد إحنا صرنا بيها الشغلة مالتنا هاي مالت النجارة مالت البلان. فكان جدي يشتغل بيها وأبوي الله يرحمه. مدينة الكوفة تشتهر بالزوارق، يعني هاي من زمان، يعني أبوي وعن أبو هي هاي الشغلة يشتغلوها، يعني مشتهرة بهاي الشغلة مالت الزوارق. سولف أبوي عن جدي يقول كنا نطلع أنا وجدك نطلع للبصرة بتون نصلح السفين، نظل شهر شهرين نظل نصلح فيه مثلا عاطلة والهاي نشتغلن هاي الشغلة. تعلمت من أبويا وجدي وسيد نعمة تعلم من عندي وقاسم تعلم من عندي وقمنا، فصارت سيرة حياتنا هاي على هالشغلة هاي، يعني ما رحنا بعد لا تعيين ولا كل شيء، ظلنا على هالشغلة هاي. يجينا من بعيد وين سيد صالح يسأل موجود، وين سيد نعمة موجود. وقبل علمونا هالشكل هالمهنة هاي ظلنا بيها من كنا صغار إلى طفولتنا، هذول كلهم ولدنا، هذا حسوني وهذا لؤي وهذا سيد نعمة وهذا كلهم أخوتي، ذول هذا أخوي سيد نعمة. كانت قبل بلام كبار تجي نقلات، ماكو سيارات، وتجي هذا شط الكوفة شط ميناء يعتبر، يعني مو شط عادي، بي زوارق كبار سفن كبار، بي خليج، يعني مثل الخليج مال البصرة. يجونا من كافة العراق يجونا، فكل من طلب اكو واحد قبل يعني يردون مال عبرة نسوي له عروض وطول ورتب لي اياه، فنسوي له مال عبرة. اكو ريده مال صيد يصير رفيع وطويل فيصير مال صيد. بلام يسموه شو اسمه دانك، يسموه مهيله، لان يشيلن مواد غذائيه، يجيبن نقليات هواي على بيه شغل. واكو بلام كوفي، واكو بلام سلايتشي، وانواع يعني هن بيه، واكو بي مال صغير مثلا ثمان تضرع يسموه مال سليه، وبي شختوره، وانواع صارت الاسماء هم اللي يسموها، يعني كل منطقه منطقتها، مو احنا هنا، انا بالكوفه مثلا انا اعرف هذا، هسه من يقول لي سوي لي بلم ارنب انا اعرفه الارنب شنو. الصناعه الاضلاع مالته يصير مال اشجار، الاضلاع مال اشجار، خشب التوث، خشب النبيق. وبالنسبه للتغليف مالته بالنسبه للقطين لا عندك قجاوي، قبل كنا عندك قصاج، هسه لا عندك قزاوي. بالنسبه مال الثرثار مال الحديثه انواع الخشب كنا نستعمل قبل صاج، الخشب الصاج والخشب الجاوي الزين والتوث، الخشب الشجر مال التوث مال التكي. ولا القياسات هي كيفيه مو بكيفنا احنا، هنا أنا بكيفهم اللي يريد ابو الحاجه يريده كبير مثلا 16 ذراع، يد 14 ذراع، يد 15 ذراع، يد عرضه متر، هذا واحد يده متر و10، واحد يده متر و20، كل من وقياسه. فما نقدر احنا مثل المحنطين ويا المشتري. ماي ماكو، وهذا يعني على ماي ماكو، المشتري ما يجينا، فنظل احنا قاعدين قوت يومي. ضالين الله معيشنا، مو واحد على الله، رزقنا على الله. والله امنيتنا احنا نريد بس يعطونا ماي خاطر نستمر بها، لانه احنا ما عندنا غير هاي الشغله عيشتنا عليها. واذا صار ما عندنا يعني امنيتنا احنا نعيش هناك ناكل خبز احنا ومزرعتنا، يعني احنا وعوائلنا.